لا يأس مع الحياة، هذا دأب جاسم كريم العينين. 7 عقود من التحدي، تحدي فقدان البصر والعمل في مهنة دقيقة، حتى أصبح أحد معالم منطقة الحرية شمالي العاصمة. شاكة الويل هندسية، يعني السيم يروح هيك يخرب، يروح هيك يخرب، لازم أكون على شكل شيء بمكان. يقضي نهاره برفقة زبائنه القادمين من مناطق مختلفة من بغداد، يصلح الدراجات الهوائية بطريقة عجيبة عبر استخدام حاسة اللمس. يريد لميزانيات حادثة فقدان بصره قد تكون غريبة، لكنها فتحت له أبواب الأمل وألهمته قدرة هائلة على إخضاع المحال. رمض جنب بغداد كل الناس وقعت، يعني نادر اللي سلم، بس اللي يروح يكافح يطيب، ما يروح لا والله يروح. أنا وقعنا أنا ووالدتي عالجوها طابق، فلما طابقت بعد عيوني راح. مواقف كثيرة مضحكة مبكية واجهت هذا الرجل. في يوم رحت للسوق وحدي، واقف على الرصيف هالشكل واسمع عودة تدق بالقاع، دق دق بالقاع، ما وخرت من عنده، وهذا هو خطي هم ضرير. انا اللي واحد يعبرني كان يدخل يدي على كتفي يقول عمو ما تعبرني الشارع، قلت اصبر سيد واحد يعبرنا اثنين. أمثال الرجل السبعيني كثر في بلد يسخر بالطاقات المتحدية للمصاعب والفاقدة لرواتب الإعانة وفرص العيش الكريم. لم يستسلم جاسم لما حل به من فقدان البصر الذي لم يفقده البصيرة، فاختار أن يؤدي مهامه الشاقة والعسيرة، آخذا في الحسبان أن العيش لا بد من لحاقه والتزام محاذيره، غير آبه بالأحاديث والألغاز والحكايات الكثيرة. مرسعيد بغداد، الفرات.